حظي الطيب. اللهم لك الحمد. اي والله حظي الطيب. شلونك؟ حظي بعد انا والله. عساك طيب. خير ابشرك. محسن، الموقف اللي في الثانوي ما تنساه وشنو؟ الموقف اللي في الثانوي ما انساه؟ اي نعم. الموقف اللي في الثانوي ما انساه طول العمر يوم اتخرج من ثالثة ثانوي. ايه. كرموا الخريجين كل ابوهم ولا نسوني. ليه؟ ليه نسوك؟ لاني انا كنت غايب قبل فتره التخرج باسبوعين. كنت غايب وكانوا يسجلون اسماء المتخرجين. ما يلحقهم ملام. لا ابدا ما يلحقهم. ما يلحقهم ملام. الخطا منك انت يعني. الخطا مني انا. ويوم عاد حضرنا حفله التخرج ومسكوا سراء يمكن 5 فصول. ايه. وانا معهم. ما شاء كرموكم كلكم. ايه كرمونا كل ابونا الخريجين. ما شاء الله تبارك الرحمن. ويوم خلص اللي قدامي قالوا الان مع تكريم مدير المدرسه. رحت انا طبعا. عسى الله ربي يوفقنا وياك يا محسن. محسن سم وش سالفه السيكل؟